السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكرام، أهلا وسهلا من جديد معكم يا محمد. فيديو جديد بداية لعبة هي كونكر المميز. طبعا يا جماعة، زي ما انتم شفتوا الفيديوهات اللي عملتها قبل كده عن السيرفر، بصراحة جميل جدا جدا جدا، ولسه الانبهارات والمميزات زي ما انت شايف الناس بتبدأ تنزل في اللعبة أو بتعمل ستاف ترفع المستوى. على فكرة حرفيا ناس كتيرة جدا كلمتنا على السيرفر دي ان هو عايزين يعرفوا حاجات تفصيل اكتر. زي ما انت شايف الايفنتات تبقى جميلة اهي، شغال ازاي. طبعا هو لابس العكس، هو اتنين سورد جميل جدا زي ما انت شايف. لعبة فوق الوصف خيال وستات، يعني انت هتنزل كأنك بتلعب كونكر عادية قيمتها القديمة. عندك كمان هنا زي ما انت كده بلس 8، يعني انت هتلعب وهتستمتع وتلفل بقى وتعمل بوجيم والكلام ده كله، وكمان اخرها بلس 8، يعني مش هتدفع في موضوع البلس. اقول لك ليه. طبعا انت لو عملت 3 مثلا في اليوم تعمل اونلاين بوينت. اونلاين بوينت ده تقدر تبدله مات او عفوا بس زي ما انت شايف 100 نقطة ب 4300 بس، يعني الموضوع هيبقى جدا 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 بالنسبة لك بجد. الموضوع مش صعب بالك، الموضوع مش صعب، هو بس صعب شوية في الفلاف ان انت بس تاخد لك 4000 سي بيس 100 نقطة لاين بوينت زي ما انت شايف اهو. مثلا كذا واحد فتح مثلا جاهزين مثلا ولا حاجة وبتجمع لك نقاط حوالي سي بيس وهكذا. ترفع نفسك يا معلم. الايفنتات هنا دي طبعا الدبليوات، الايفنتات جميلة جدا مشاكل. دار مو فري، لا طبعا كله شبات واضحة منري زي ما وضحت لكم قبل كده يا جماعة. دي الوحوش كبيرة، انا حاليا وخمسة. طيب لازم نروح على اللافا، اتمنى ان يكون اللافا موجود. انت بتقعد دي تلف وتعمل وتظبط نفسك، يعني الدنيا رايقة جدا جدا. تعال حوش تانية طيب حوال شوف الدنيا بتاعت دي. عايزك تنزل بقى يا معلم وطبعا التسجيل بتاعه اهو رابط زي ما وضح عندك في الفيديو. خش على صفحة داونلود تحمل اللعبة. لعبة كبيرة جدا جدا يعني حوالي 400 ميجا جدا. تعمل اكونتك يوزر نيم ايميل، يعني تكتب الكود تدوس على هذه. فكرة يا جماعة بسيطة جدا جدا جدا. لعبة هلا على فكرة صعبة، هي صعبة بس انا بقول لك فكرتها صعبة شوية في ايه، في ان انت تجمع سبيس والتلفيل. لكن ناحية السبيس انا بقول لك اعمل 5 6 اكونتات افتحهم اونلاين خليهم شغالين، تجمع اونلاين بوينت، اونلاين بوينت تجمع منه سبيس وهكذا. فكرة بسيطة جدا جدا جدا، الموضوع مش صعب. الناس اللي بتنزل السيرفر صعب ومش عارف ايه وبتاع، والله ابدا فكرة لذيذة جدا وانا عجباني طريقة اللعبة. طريقة اللعبة بجد حرفيا داخلة دماغي. بعد وحش تاني ريد دراجون لازم كله ديتين وزر لا ما تحسن عم البنشي قاعد شايف نفس حوار كونكر قديمة بالظبط. زي ما انت شايف انا بقول لك بتلعب وتستمتع وتنزل وتحمل اللعبه، يعني الموضوع جميل جدا. ذكريات الزمن الجميل ده. كان يا جماعه فيديو من فيديوهات لعبه هي. صراحه اشجعك جدا ان تنزل اللعبه. اللعبه فيها مواصفات كتيره جدا جدا جدا
تقدر تعرفها اكتر لما تنزل في اللعبة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لي ان اموت الوحش ده اسرع وقت. على خير وسلام.